كما شهدت حديقة الحيوان بمحافظة الفيوم إقبالا من المواطنين للتنزه والاحتفال في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتجمعت الأسر داخل حديقة الحيوانات التي فتحت أبوابها منذ 9 صباحا لاستقبال الزائرين لقضاء يوم جميل ومشاهدة الحيوانات وإطعامها واللعب في الملاهي المخصصة للأطفال بالمكان وسط إجراءات أمنية. واحنا هنا في حديقة حيوان الفيوم في احد التطورات بالحديقة. حديقة الطفل دي عبارة عن حيوانات أليفة وزواحف. الحيوانات دي مؤلفة جدا للإنسان، بيتعامل معاها أي حد إذا كان من الأطفال وكبار، وزي ما انتم شايفين كده هو تطور جامد في الحديقة. النهاردة تاني أيام العيد، كل سنة وأنتم طيبين. احنا قررنا نخرج في حديقة الحيوان بالفيوم مع الأولاد، والمكان جميل وكل عام وانتم بخير. الدنيا جميلة هنا وحيوانات كل حاجة وبنلعب ونهزر. احنا كنا جايين النهاردة عشان نبسط الأولاد في حديقة الحيوان، وما شاء الله اتبسطوا بالحيوانات والفقرات بتاعتها.